ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى سئل: هل رزق الإنسان الذي كتب له ينقص أم يزيد أم ماذا؟ فيقول رحمه الله، يقول: هما نوعان، نوع علمه الله عز وجل من رزق لهذا العبد فإنه لا يتغير، يبقى على ما هو عليه ما يتغير أبدا. علم الله عز وجل رزق هذا العبد الذي له فهو لا يتغير. قال: النوع الثاني هو رزق كتبه الله عز وجل وأطلع عليه الملائكة، فهذا يتغير إما بزيادة أو بنقصان حسب الأسباب. ما كتبه الله عز وجل وأطلع عليه الملائكة قد يتغير، يزيد الرزق أو ينقص بحسب الأسباب. قال: مثل الأسباب التي تزيد الرزق صلة الرحم، ولذلك في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال: وكل الأسباب، يعني هذه الأسباب التي تزيد الرزق أو تنقص الرزق وما شابه ذلك، قال: كل هذه الأسباب مقدرة، ما تخرج عن تقدير الله، هي مقدرة. قال: هي مقدرة. قال: ومن هذا النوع، يقول: من هذا النوع الذي كتبه الله عز وجل وأطلع عليه الملائكة، قال: كان عمر داود 40 سنة، هذا المكتوب له والمعلوم لدى الملائكة، فزاده الله عز وجل 60 سنة فأصبح عمره 100 سنة بدل 40 سنة. قال: ومنه دعاء عمر، كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واجعلني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. انظر هذا الدعاء، يقول هذا من النوع الثاني مما كتبه الله عز وجل وأطلع عليه الملائكة.